إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب القيم منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. وكان الشيخ قد بين منهج أهل السنة في العقيدة، ثم بين منهج أهل السنة في العمل وهو في عبادة الله عز وجل، وقال كلمات مختصرة ولكنها مفيدة جدا. فذكر أن أهل السنة والجماعة يعبدون الله بالله في الله، فهذه عبارة مختصرة موجزة جدا لكنها مفيدة غاية الفائدة. فهو قال يعبدون الله لله، فكلمة لله هذه هي عنوان الإخلاص، يعني مخلصين العبادة لله عز وجل. وبالله يعني مستعينين بالله، مستعينين بالله في عبادته، فهو الذي يعينهم على العبادة. وفي الله بمعنى أنه في دين الله، يعني أن هذه العبادة مأخوذة من شرع الله عز وجل. ثم شرح هذه الفقرات الثلاث وركز على موضوع الذين يبتدعون في الدين فيما يتعلق بالفقرة الثالثة في شرع الله، فهو ذكر بعض شبه المبتدعة ما يحتجون به من شبه، ورد عليها ردا تفصيلا، فصل فيه تفصيلا جميلا، وذلك أنه قال إن المبتدع الذي يأتي ببدعة جديدة فإنه إما أن يقول أن هذا الذي جاء به ما كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا قد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجهل، وإن قال إنه كان يعلم ولكنه لم يبلغ فهذه أدهى وأمر، فإنه قد نسبه إلى كتم الحق. وإن قال أنه بلغ ولكن لم ينقل إلينا فهذه أيضا أشد، فهذا زعم أن الشريعة ضاع بعضها ولم يصل إلينا حتى جاء هذا المبتدع ليكمله، وهي حقيقة براهين جميلة جدا ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وقوية تقطع حجج المبتدعين. يعني أي مبتدع تطرح عليه هذه الثلاثة الأسئلة فإنه يعني يحار في الجواب. وذكر الفرق بين الابتداع في الوسائل والابتداع في الغايات، وذكر أن الوسائل إذا كانت مباحة فلا ابتداع فيها، وإنما الابتداع أن يكون في الغايات، وضرب أمثلة على ذلك. فقرة أخيرة في موضوع البدع قال في الصفحة 94، قال قد يقول بعض الناس، يقصد بعض الناس الذين يأتون لمثل هذه البدع، قد يقول بعض الناس إننا نجد في هذه الحوادث، يعني البدع المحدثة، نجد عاطفة دينية
ورقةً قلبية واجتماعًا عليها. يعني أن أهل البدع يقولون نحن في هذه البدع مثلاً ناتي بطريقة في الذكر، مثل الذين يرددون مثلاً في الذكر الله 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 بصيغة المفرد، أو هو 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 أو نحو ذلك، فهم يقولون نحن نجد رقة ونجد خشوع ونحو ذلك، فلماذا تحولون بيننا وبين هذا الخشوع وبين هذه العاطفة الإيمانية وبين الرقة؟ فهو يقول إن هذا من تلبيس الشيطان عليهم. قال: فنقول إن الله تعالى أخبر عن الشيطان أنه قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يزينها الشيطان في قلب الإنسان ليصده عما خلق له من عبادة الله التي شرع، فترضخ النفس بواسطة تسلط الشيطان على المرء حتى يصده عن دين الحق. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بل في القرآن قبل ذلك قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فجعل الله للشيطان سلطاناً على من تولاه وأشرك به، أي جعل لله شريكاً به بواسطة الشيطان. فهذه الرقة هي التي يجدونها والعاطفة ونحو ذلك، فهذا من تزيين الشيطان لهم، فهو يزين لهم ذلك. وهذا يذكرني بقول أحد النصارى، أظنه قاله لابن القيم أو قاله لأحد آخر وذكره ابن القيم، قال: إنكم معاشر المسلمين توسوسون في صلاتكم، ونحن ما نوسوس في صلاتنا، لا يأتيهم وسوسة في الصلاة. فقال له المسلم: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ يعني أنت شغلك كله غلط، كله باطل، تعبد عيسى من دون الله عز وجل، يوسوس لك ليش؟ هو يوسوس للمسلم ليحرفه عن الصواب، أما أنت لا يوسوس لك، لأنه بيت خرب والعبادة باطلة. فهذا الشيطان يزين لأهل البدع أن هذه البدعة، ولذلك يجدون راحة وطمأنينة وعاطفة إيمانية في هذه البدع، فهذا من تزيين الشيطان. وإلا كيف يستدرك الإنسان بأشياء على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال ابن عثيمين عليه رحمة الله: وكل من جعل له متبوعاً في بدعة من دين الله فقد أشرك بالله عز وجل، وهذا المتبوع شريكاً لله تعالى في الحكم، وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له أبداً، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وركزت على هذا الأمر لكي يعلم أهل الإحداث المحدثون أنه لا حجة لهم فيما أحدثوه. من جعل له متبوعاً في بدعة من دين الله، متبوعاً يعني هو الذي يطيع أمره دائماً وأبداً، لا يعصيه البتة، حتى ولو خالف الشريعة ولو خالف الحق فهو لا يعصيه أبداً. وهذا مثل حال اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يعني إذا أمرهم الأحبار والرهبان فإنهم يقدمون قول الأحبار والرهبان على قول الله عز وجل. فهذا المتبوع الذي لا يخالفه، وهذا وليس هناك أحد متبوع لا يخالف البتة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البشر فإنما يأتون به فلا بد من عرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى أن أحدا من البشر
يجوز أن يطاع استقلالاً من غير عرض كلامه على الحق، فقد اتخذه شريكاً كما اتخذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان. ولهذا قال الشيخ: وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له أبداً، يعني لا شريك له فيه. ومعنى القدري هو القضاء الكوني، الحكم الكوني، كقول ابن يعقوب: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهذا أو يحكم هنا يعني يقدر لي، هذا حكم قدري، هذا حكم قدري. وأما الحكم الشرعي فهو الحكم في القضايا، أي قضية حكم الله فيها بحلال أو حرام، وليس لله شريك لا في الحكم ولا القدر ولا الشرعي، بمعنى أنه ليس لأحد أن يصدر أحكاماً مضادة لأحكام الله عز وجل. فهذا نصب نفسه طاغوتاً، يعني يريد أن يطاع وأن يتبع كما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شريك في الحكم الشرعي ولا شريك في الحكم القدري. وفيه نوع من الحكم هو الحكم الجزائي الذي يحكم الله عز وجل يوم القيامة بين الخلائق. فلذلك أنواع الحكم ثلاثة: حكم قدري، وحكم شرعي، وحكم جزائي. ثم قال: واعلم رحمك الله أنه لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك طريق ممكن أن يتعبد به العبد ويصل إلى الله، أي إلى مرضاته وإلى شريعته، إلا الطريق الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلها الطرائق المحدثة والمبتدعة هذه لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: لو أن ملكاً من الملوك فتح باباً للدخول عليه وقال: من أراد أن يصل إلي فليدخل من هذا الباب، فما ظنكم بمن ذهب إلى أبواب أخرى هل يصل إليه؟ كلا بالطبع. هذا كلام الشيخ، يعني يضرب مثل، يعني أن ملك من الملوك لو قال للناس: تأتونني من هذا الباب، وأقفل الأبواب الأخرى، فمن ترك الباب المفتوح وجاء من أبواب أخرى فإنه لا يصل طبعا. قال: وخالق الخلق جعل طريقا إليه خاصا بما جاء به رسله، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه، أي أو قال بعد بعثه: لا يمكن لأي بشر أن ينال السعادة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحقيقة أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسلك ما سلك ونذر ما ترك، وألا نتقدم بين يديه فنقول في دينه ما لم يقل، أو نحدث في دينه ما لم يشرع. هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث في دينه شيئاً هو يقول عنه إنه بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ويقول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هل هذا من محبة الرسول؟ هل هذا من محبة الله عز وجل أن تشرع في دين الله ما لم يشرع؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا مثل الذي يشرع في العبادات للناس. يعني من أوضح الأمثلة على ذلك ما جاء به صاحب الطريقة التيجانية الذي يقول إن قراءة صلاة الفاتح تعدل
قراءة القرآن 6000 مرة، هذه شريعة جديدة وفيها صرف عن دين الله عز وجل، فهذا تشريع مع الله عز وجل. فإن الذكر والأحكام هذه لا يشرعها إلا الله عز وجل، والله لا مشارك له في شرعه. ولهذا لو أن إنسان تخبط في الأحكام الشرعية وبدأ يشرع للناس أحكاماً من عند نفسه مضادة لأحكام الله عز وجل، فإنه نصب نفسه شريكاً لله تبارك وتعالى. هل من محبة الله عز وجل أن تشرع في دين الله ما لم يشرع؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم انتقل الشيخ إلى طريقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لله ما دام أنها لا تقبل إلا عن طريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي طريقتهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال: إن من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور. انتبهوا لهذا جيدا، الشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول عقيدة في القلب، يعني أن تصدق بقلبك ما تلفظ به لسانك. لما تشهد أن محمد رسول الله يكون هذا الكلام الذي على لسانك مستقر في قلبك، موقن به، مصدق به، لا بد من هذا. عقيدة في القلب ونطق باللسان، يعني لا بد أن تتلفظ بلسانك وتعلن ذلك. أما الذي يرفض أن يتكلم بلسانه من غير سبب فإن هذا لا يقبل منه أصلا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يقولوا لا إله إلا الله. إلا رجل مقطوع اللسان، إذا كان رجل مقطوع اللسان لكنه يعبر عن هذا بالإشارة أو نحو ذلك، فهذا يعني حكمه حكم المتلفظ، فلا بد أن يتلفظ باللسان. الثالث عمل بالأركان، الثالث عمل بالأركان، والمراد بالأركان بالجسم، يعني أعضاء الركوع، أعضاء السجود، المشي على الرجلين للحج والطواف، هذا عمل بالأركان. فلا بد أن يجتمع في الإيمان عقيدة في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. انظروا، لم يكتفي بعقيدة القلب كما يقول الجهمية ومن شابههم، ولم يكتفي بنطق اللسان كما تقول المرجئة أنه يكفي أن نطق باللسان ويخرجون العمل من الإيمان. فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء: عقيدة في القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال: ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءوه: نشهد إنك لرسول الله. هذا حصل عندهم النطق باللسان. ويقول الباري جل ذكره فيهم: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما ليس لهم إيمان لأن القلب ليس فيه هذه العقيدة التي تلفظوا بها. قال: لأن هذه الشهادة فقد منها أعظم ركن فيها وهو العقيدة، فهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله ولكن قلبه خالي من هذه الشهادة فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. ومن اعتقد ذلك ولم يقله بلسانه فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله.
ومن قال ذلك لكنه لم يتبعه في شريعته، يعني شخص مثلا يتلفظ بالشهادة لكنه لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، لا يمتنع عن المحرمات، لا يفعل الأوامر، لا يجتنب النواهي، فهذا ما عمل بالأركان، يعني الأركان لم يحصل منها عمل، ولذلك هذا فقد جميع العمل، فقد جميع عمل الأركان. كيف تقول أنك شهدت أن محمد رسول الله على وجه التحقيق؟ لهذا نعتقد أن كل من عصى الله ورسوله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. لست أقول أنه ما يشهد، ولكنه لم يحقق، وقد نقص من تحقيقه إياه بقدر ما حصل منه من المخالفة. إذن إذا شهد أن محمد رسول الله فإن وقع في المعصية فإنه ما حقق الإيمان، بمعنى ما جاء بالإيمان الواجب، لكنه قد يكون مسلم إذا عمل بعض الأعمال خاصة مثل أركان الإسلام ونحو ذلك، لكنه إذا أعرض عن الشريعة بكاملها ولم يعمل فهذا هو الذي لا يقال إنه مسلم. إذا أعرض عن الشريعة فلا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً ولا يصلي ولا يزكي إلى غير ذلك فهذا فقد جميع العمل. إذن طريقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهادة له بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم أنه رسول الله، كذلك يحبونه حب تقدير، حباً تابعاً لمحبة الله عز وجل، لأنه في فرق بين محبة التقدير ومحبة العبادة، فالله يحب محبة عبادة والرسول صلى الله عليه وسلم يحب محبة تقدير، فحبه تابع لحب الله عز وجل، ولهذا قال فهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول رب العالمين، ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى. ولولا أن الله أرسل محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي لكان رجلا من بني هاشم، لا يستحق هذه المرتبة التي استحقها بالرسالة. إذن نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه، فمن أجل أنه رسول الله وأنه تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئذ نحبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة محبوب لأنه رسول رب العالمين، ولا شك أنه أحق الناس بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام. كذلك يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم، ويرون أنه أعظم الناس قدراً عند الله عز وجل، لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، ويقولون أنه عبد الله، بل أعبد الناس لله عز وجل، حتى إنه يقوم حتى تتورم قدمه، فيقال كيف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. من يحقق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال إني والله أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فهو بلا شك أعظم العابدين عبادة وأشدهم تحقيقا لها صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا حين تحدث عن البصل والكراث قال المسلمون حرمت، يعني حرمت البصل والكراث، قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، يعني التحريم ما أحله الله لا يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يأتي بتحليل ولا بتحريم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل، هكذا العبودية. ولهذا هم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، وهو أكمل الناس في عبودية الله عز وجل،
ويؤمنون أيضًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا لغيره، والله تعالى قد أمره يبلغ ذلك إلى الأمة، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك. وما هي وظيفته؟ قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني الذي يوحى إليه هو يتبعه، فليس يعلم الغيب ولا هو من الملائكة، ولا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئًا من الغيب غير ما أطلعه الله عليه فهو كافر بالله ورسوله، لأنه مكذب لله ورسوله. هذا نص القرآن أنه لا يعلم الغيب، فكيف من جعل بعض من دون الرسل يعلمون الغيب كالذين يعبدون أصحاب الأضرحة والقبور ويظنون أن هذا المقبور يعلم الغيب ويعلم أحوالهم ويملك لهم نفعًا وضرًّا ونحو ذلك؟ فإن الرسول إما أن يقول وقال قولًا يُتلى إلى يوم القيامة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. قال الشيخ: بمناسبة هذه الآية الكريمة أود أن أقول إن القرآن الكريم أحياناً تصدر الأخبار فيه بكلمة قل، مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يكون في شيء يصدر بكلمة قل. قال: وكل شيء صدر بهذه الكلمة معناه أن الله سبحانه وتعالى اعتنى به عناية خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول كل القرآن، يعني لما يقال قل هو الله أحد، قل كذا، هو مكلف أن يقول كل القرآن، فلما خص بعض القرآن أن يقال له قل، فهذا يدل على مزيد عناية بهذا الذي قال له فيه قل. قال: لكن هذا الذي خص بكلمة قل فيه عناية خاصة، واستحق أن يصدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص، مثل هذه الآية ومثلها في الأحكام، يعني كذلك الأحكام، كقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذا يدل على أهمية غض البصر، لأنه صدره بكلمة قل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والأمثلة كثيرة في القرآن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، بل ولا لغيره أيضًا. قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا، قل إني لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحدًا. ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس له من شؤون الربوبية شيء، ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يُسأل أحيانًا عن شيءٍ من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه الوحي، وأحياناً يصدر القول فيأتيه الاستثناء من عند الله عز وجل. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة، والمراد بها الشهادة في سبيل الله، هل تكفر كل شيء؟ فقال: نعم. ثم قال، يعني بعد فترة وجيزة، قال: أين السائل؟ ثم أخبره بما جاءه من استثناء، فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفاً، يعني قريب الآن، يعني هو في البداية قال الشهادة تكفر كل ذنب، فجاءه جبريل يعني يخصص هذا، قال: إلا الدين،
وأحياناً يجتهد عليه الصلاة والسلام، ولكن يأتيه الوحي من الله عز وجل بأن الخير في كذا وكذا خلاف ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك ما وقع في قصة أسارى بدر، حيث نزل قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، تجوز عليه كل الخصائص البشرية والجسدية، فينام ويأكل ويشرب ويمرض ويتألم ويحزن ويرضى ويغضب عليه الصلاة والسلام، ويموت كما يموت الناس: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ميتة جسدية. إيش معنى ميتة جسدية؟ قال: فارقت روحه جسده، وقام أهله وأصحابه بما يقومون به في غيره، يعني أنهم غسلوه واعتبروه ميت وغسلوه وكفنوه، وقام أهله وأصحابه بما يقومون به في غيره من شؤون الموتى، سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند تغسيله، يعني ما نزعت ثيابه عند تغسيله. والمعروف أنه لم يصلى عليه جماعة، إنما كان الناس يصلون عليه أفراداً لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام. يعني غسل ولم يجرد من ثيابه، فصار الناس كل يدخل ويصلي عليه منفرداً، ولعلهم لأنهم لم يختاروا الخليفة الذي بعده، فهكذا صلوا عليه أفراداً. قال: ومن زعم أنه حي في قبره حياة جسدية لا حياة برزخية، لأن بعض الناس يقول هو حي في قبره حياة جسدية، وفرق بين الحياة الجسدية كالإنسان في الدنيا وبين الحياة البرزخية. فالحياة البرزخية لا أحكامها، ولهذا الميت الآن روحه تصعد وتعلق في أشجار الجنة وجسده في قبره. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حياته حياة برزخية، وإن كان الأرض لا تأكل جسد الأنبياء، فجسده كما كان لكنه ميت، بمعنى أنه مات موتة الدنيا التي تفارق فيها الروح الجسد، وأن حياته حياة برزخية. وأما من قال أنه يصلي ويصوم ويحج وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله، فقد قال قولاً بلا علم، يعني هو ما يدري أنت ماذا تصنع، هو يبلغ السلام منك إذا، لكن بقية الأمور ما يدري، لا يعلم. ولا وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا شامل لبني آدم جميعاً، وهو من بني آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فالرسول عليه الصلاة والسلام انقطع عمله بموته، كما قال هو نفسه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته. ولكن لا شك أن كل علم علمناه من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فيكون منتفعاً من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأعمال الصالحة التي نعملها كانت بدلالته صلى الله عليه وسلم، فيكون له مثل أجر العاملين،
انظروا الفضل العظيم الذي من الله عز وجل عليه به. ثم انتقل إلى طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة. ولماذا ذكر هذا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة في القول والعمل؟ لأن الصحابة هم سند الشريعة، الصحابة هم سند الشريعة، القرآن جاءنا عن طريق الصحابة، السنة جاءتنا عن طريق الصحابة. فلو كان الصحابة كما يقول الروافض ارتدوا عن الإسلام إلا 14 رجلا، فمعنى أن هؤلاء الذين كفروا حرفوا الدين أو جاءوا بدين محرف، أو كما قال الخوارج إن الصحابة بعد في أواخر من أواخر خلافة عثمان وخلافة علي فإنهم قد كفروا. فهذا القول من أخبث الأقوال، من أخبث الأقوال أن يطعن في سند الشريعة. ولهذا فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، من حيث، وليس المراد أنه لا يقع منهم معاصي، لكن من حيث أنهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون هناك أحد من الصحابة عصمهم الله من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكذبون عليه. ولهذا يوثق بالشريعة لأن هذا سندها كالشمس، سندها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة درجات في الفضل، فالسابقون الأولون، وكذلك المهاجرون، وكذلك الأنصار، والذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة وغير ذلك، فهم درجات يتفاوتون في الفضل، درجات يتفاوتون في الفضل، لكن فضيلة الصحبة لوحدها لا يعادلها شيء، فضيلة الصحبة لوحدها لا يعادلها شيء. ولذلك أكثرهم من الذين شهد لهم، فإن أهل بدر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بيعة الرضوان وهم يجدون على 1500 لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لكنهم يبقون يتفاوتون في الدرجات. فالمهاجرون مثلا والذين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم ونصروا الله ورسوله في ساعة الشدة وغير ذلك يختلفون عن غيرهم. أيضا يلاحظ من حيث الفضائل أن الصحابي قد يكون أفضل من الآخرين في الجملة، لكن في خاصية واحدة يكون صحابي آخر أفضل منه فيها، لكن هذه الخاصية لا تقدمه لأنه بالجملة. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه، له خاصية إن الملائكة تستحي منه، الملائكة تستحي من عثمان. ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان، فهو بهذه الخاصية أفضل منهم، لكن بالنظر للخصائص في الجملة فإنهم مرتبون في الفضل، الخلفاء مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم بالخلافة. وكيف أخذ من الترتيب في الخلافة أنه يدل على الترتيب في الفضل؟ كيف أخذ هذا؟ لأنه من المعلوم أن المسلمين إذا قدموا شخصاً، خاصة جيل الصحابة، إذا قدموا شخصاً على غيره فإنما قدموه لفضله وعلمه، إذا قدموا شخص فإنما قدموه لفضله وعلمه. وهذا يعطي دلالة على من يتولى أمور المسلمين أنه لا بد أن يكون من أفضل الناس وأعلمهم. فهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، هذا مذهبهم، ولهذا رتبوا الفضل على تولي الخلافة.
فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا التي كان يكون فيه اختيار الصحابة الذي كان فيه، أما بعد ذلك الذي ليس فيه اختيار الصحابة فلا يحتج به، لا يحتج به في الفضل، لكنه له أحكامه عند أهل العلم. لكن الذي يختاره الصحابة وأجمعوا عليه فلا شك أن هذه طريقة يعني شهدت بالأفضلية لهؤلاء الخلفاء الأربعة. وقال عليه رحمة الله: وأهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة قدرهم وأنهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيما ثبت عنه من حديث عمران بن حسين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة خير هذه الأمة بلا شك، ولكنهم على مراتب، بعضهم أفضل من بعض. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى غير هذا من الآيات الكثيرة في فضائل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أيضا: ولكن مع هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة، أي إنه قد يكون أفضل من غيره على سبيل العموم والإطلاق، ويكون في غيره خصلة هو أفضل منه فيها. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة أن يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة، وقد يكون لعلي بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكر، وقد يكون لعمر منقبة ليست لأبي بكر، كذلك قد يكون لعثمان. ولكن الكلام على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة، فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافاً اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو دلالة القرآن ودلالة السنة أيضاً. فإن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما تنازعا في أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسه بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا حديث متفق عليه،
هذا يبين خالد أسلم بعد صلح الحديبية، وفضائله كثيرة، وهو سيف سله الله على المشركين، ومع هذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب السابقين في الإسلام مثل عبد الرحمن بن عوف، وأن هذا يعني لو أنفق متأخر الصحابة مثل أحد ذهبا فإنه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال كذلك أيضا أهل السنة والجماعة يقولون إن بعض الصحابة له مزية ليست لغيرهم، فيجب أن تنزلهم في منازلهم، فإذا كان الصحابي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وحمزة والعباس وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا على سبيل الإطلاق، يعني لا نقول أنه أفضل من أبي بكر، لكن له محبتان: محبة القرابة ومحبة الصحبة، محبة قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحبة، لكن لا نقدمه في الفضل عليهم، لأن الصحابة أجمعوا على هذا التفضيل بما سمعتموه، فنعرف له حقه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلاً مطلقاً ممن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المراتب والفضل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر، وأهل السنة والجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض، لأن الروافض يرونهم معصومون أصلاً من الخطأ، وينزلونهم منزلة الأنبياء، ويرون قولهم تشريع، ولا يناصبون العداوة لهم نصب النواصب. النواصب يعني بعض الناس الذين حاربوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يتكلمون فيه ويبغضونه، ولهذا سموا ناصبة، وفعلهم هذا حرام لا يجوز، ولكنهم وسط بين طرفين، يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يتجاوزون بهم منزلتهم. انتهى الشيخ من كلامه فيما يتعلق بالصحابة، فيه مسألة ما ذكرها هنا، وهي ما حصل بين الصحابة من خلاف، فهذا لا يخاض فيه، يعني نكف عما شجر بين الصحابة، فمن أصاب الحق منهم فهذا له أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته للحق، وأما من أخطأ فله أجر باجتهاده، وأيضا لو فرض أن أحد منهم تعمد الوقوع في الخطأ، لو فرض أن أحد منهم تعمد الوقوع في الخطأ فإن هذه الخطيئة في بحر حسناته وفي بحر الصحبة نرجو أن يغفر الله عز وجل، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يلوث لسانه بالطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الروايات التاريخية التي تجدونها في الكتب يعني بعضها أسانيدها غير صحيحة، وبعضها كتبها الروافض، وبعضها كتبها النواصب، فهذه لا يلتفت إليها ولا يعول عليها كثيرا، وكانوا هم رضي الله عنهم مع ما يحصل بينهم أحيان من محاربة فإنهم إخوان يرون الأخوة بينهم ويحترمون أنفسهم. بقي مسألة جاءت البارحة في الدرس وسألني عنها بعض الأخوة كأنه استشكل عليه، وقال إنك هو فهم أنني أقول إن الخوارج الذين على زمن الخلفاء الراشدين ليسوا كالخوارج الذين يخرجون في زمننا هذا، وأنا لم أقل هذا، أنا كنت
أقارن بين الخوارج الذين في زمن عثمان وعلي وبين الذين خرجوا على الحجاج فقط. أما أنه يأتي خوارج في آخر الزمان مثل الخوارج السابقين فنعم، وذكرت أن الخوارج مذهبهم يقوم على ثلاثة أشياء: تكفير مرتكب الكبيرة، وهذه ليست عند الذين خرجوا على الحجاج، وعدم اعتدادهم بالسنة وتكفيرهم للصحابة، وهذه ليست عند، لأن الذين خرجوا على الحجاج فيهم علماء مثل سعيد بن جبير وغيره. فلا يأتي شخص ويسوي مثلا بين سعيد بن جبير وبين الخوارج الذين خرجوا على علي، هذا كلامي، يعني لابد أن يفهم في هذا الإطار. فإنهم، ولذلك قلت منهجيتهم ما كانت منهجية الخوارج إلا في مسألة الخروج على الإمام، في مسألة الخروج على الإمام فإن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الإمام ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. وفي بعض الروايات لا ما صلوا، يعني إذا قاموا فيكم الصلاة. لكن هؤلاء لا يساوون بالخوارج الذين جاءت فيهم النصوص، وأقصد بالذين خرجوا على الحجاج، لا يساوون بالخوارج الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار وأنهم أشر الناس بدعة ونحو ذلك. ننهي هذا الدرس الليلة ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.